صباح الخير واهلا بكل السادة المشاهدين بينضموا الينا من خلال شاشة الثانية. يوم جديد بيبدأ مع حضراتكم ومصر جميلة. النهاردة في مصر جميلة عندنا مواضيع متنوعة، طبعا عندنا فقرة عالم الجمال في مصر جميلة، وهنتكلم النهاردة على الشعر وانواع الشعر واسباب سقوط الشعر والعمليات اللي بتخص زرع الشعر، وطبعا كل حاجة ليها مميزات وعيوب، وهيكون في تفاصيل اكتر عن الموضوع من خلال لقائنا مع دكتور منير ويليام كبير اطباء جراحة التجميل. وموضوعنا الثاني هيكون لنا لقاء مع المصورة الصحفية أسماء وجيه، وهي حصلت على العديد من الجوائز، وهنشوف مع حضراتكم ومعاها رحلتها في عالم التميز وعالم التصوير. والحقيقة أن هي مصورة صحفية وحصلت على العديد من الجوائز من وكالة رويترز، وأيضا حصلت على جائزة تقديرية إخبارية في مسابقة في الصين والعديد من الجوائز في حياتها المهنية. لكن في البداية اسمحوا لنا عندنا خبر سريع، وطبعا الحقيقة دي مبادرة مهمة جدا من شبابنا، والجميل في الموضوع انه شبابنا بقوا يهتموا بتجميل الأماكن العامة. مجموعة من شباب كليات الفنون الجميلة قرروا ان هم يعملوا مبادرة جميلة جدا، والمبادرة دي هي مبادرة تجميل اكشاك وغرف محولات الكهرباء بمدينة الشيخ زايد. صرح الدكتور باسم فاضل رئيس الادارة المركزية لتجميل المدن بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بانه تم تدشين مبادرة من شباب كليات الفنون الجميلة لتجميل اكشاك وغرف محولات الكهرباء بمدينة الشيخ زايد وتحويلها للوحات فنية، موضحا انه تم تنفيذ اعمال التجميل بالتعاون ما بين الشباب وفريق من العمل بجهاز المدينة، وكله كان تحت إشراف الإدارة المركزية للتجميل بالهيئة. واعتقد دي مبادرة هامة جدا، والجميل انه شبابنا بقى عندهم وعي انه الأماكن العامة لازم تظهر بشكل حضاري جميل، وخاصة المتخصصين في مجال الفنون والتجميل بيبذلوا مجهود كبير جدا، وبتبقى مبادرات شخصية. واتمنى يعني انه كل الناس العاملين في هذا المجال يكون فيه تعاون كبير ما بينهم، بحيث انه يتم تجميل كل مصر، مش بس القاهرة والأماكن والمناطق والأحياء الراقية في القاهرة، كل المناطق يتم تجميلها. هنطلع لفاصل مع حضراتكم ونرجع على طول نواصل لقائنا، وأول فقراتنا النهاردة عالم الجمال وكل ما يخص الشعر في عالم الجمال في مصر يعني.